في حكومة الترويكا كان يعتبر أن قطاع السياحة هو الشأن الوطنية والمشروع الوطني التونسي. أعتقد أن من واجب جميع القوى أن تلتف وتنو إلى شهر لاستعراض الأعمال الإجرامية في أرقى مظاهرها، وليس من قبيل الصدفة أن نجد اليوم بالذات هناك عملية إجراء وليس لها علاقة بالمشاعر الدينية وبالمشاعر الإسلامية السمحة التي تعلمناها جميعا، بل بالعكس يريد أن يحولون هذا الشهر إلى شهر الضحايا وشهر القتل والإرهاب، وهذا طبعا من شأنه أن يعطي صورة سيئة جدا عن ديننا.